نور مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. الأسئلة الباقية الحقيقة كثيرة جدا ولا أستطيع أن أجيب عليها جميعا، أحاول بقدر ما أتمكن أن أجيب على ما أستطيع أن أجيب عليه. بعض الأسئلة سأجيب عليها بشكل سريع ثم أقف عند الأسئلة التي تكررت. هناك بعض الأسئلة تكررت أكثر من مرة. ذكرتم في ملف الكتاب الصامت، الكتاب الصامت برنامج كنت قد قدمته على الإنترنت عبارة حديث المعصوم والحديث المعصوم. نرجو إيضاح الفرق، الفارق بين حديث المعصوم والحديث المعصوم. مرادي من الحديث المعصوم هو حديثهم الذي نقل إلينا باللفظ والمعنى، فلفظ المعصوم معصوم. أما حديث المعصوم فالمراد منه حديث المعصوم الذي نقل إلينا بالمعنى، المعنى معصوم ولكن اللفظ عن طريق الراوي، الراوي ينقل بحسب تعبيره وهو جائز. هم سألوا الأئمة يا ابن رسول الله إني لا أضبط الألفاظ أنقل بالمضمون، قال أو تصيب المعنى؟ قال نعم، قال لا بأس. فعندنا من الأحاديث ما نقل بلفظ المعصوم، هذا الذي قصدته في برامجي أو محاضراتي حين أقول الحديث المعصوم هو الحديث المنقول عن المعصوم بلفظ المعصوم، فلفظ المعصوم معصوم. أما حديث المعصوم فالمراد منه حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان منقول بلفظه أو بلفظ الراوي الذي روى لنا الحديث. أيضا سؤال آخر عن مطلب ذكرته في نفس البرنامج ملف الكتاب الصامت بخصوص ما جاء في زيارة الناحية المقدسة، أن الأصح في كلام المعصوم عليه السلام لأبكين لك في زيارة الناحية بدل الدموع دما لا عليك، وقلتم بأن هناك فرق فنرجو إيضاحه. بحسب ما أعتقد النص الأصح والأبلغ هو لأبكين لك وليس لأبكين عليك، وإن كان ورد في بعض النسخ أيضا لأبكين عليك بدل الدموع دما. هذا النص لأبكين لك ورد في الزيارات في كتب المزارات، وورد أيضا في نسخ أخرى لأبكين عليك، يعني الصيغتان وردتا في كتب الزيارات لأبكين لك ولأبكين عليك. أنا أعتقد هذه وجهة نظري أنه لأبكين لك أبلغ من لأبكين عليك. لأبكين لك بدل الدموع دما يعني أنك بكل عواطفك وبكل مشاعرك تتوجه له، أما البكاء عليه ليس بالضرورة أن الإنسان يتوجه بكل مشاعره وبكل عقله وبكل أفكاره للجهة التي يبكي عليها، مثل ما تلاحظ مشهد في التلفزيون وتبكي عليه، تلاحظ مشهد في السينما، تلاحظ قضية تقع أمامك، ليس بالضرورة أن الإنسان بكل مداركه بكل فكره بكل كيانه هو متوجه لتلك الجهة. لأبكين لك
يعني أنت بكلك، بظاهرك وبباطنك وبسرك وبعلانيتك متوجه إليه صلوات الله عليه. قد تكون هناك نكات أخرى، ولكن أنا أريد أن أجيب على هذه الأسئلة بشكل سريع حتى أقف عند الأسئلة التي تكررت وهي الأهم. ورد أن في كلامهم صلوات الله عليهم، إن في كلامنا محكم ومتشابه، كيف نميز بين محكم كلامهم ومتشابهه؟ كلامهم صلوات الله عليهم ككلام القرآن، هم قالوا هكذا كالقرآن، فيه المحكم والمتشابه، فيه الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، المجمل والمبين، كل هذه الخصائص الموجودة في الكتاب الكريم موجودة في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم. التمييز ينشأ من خلال الممارسة الطويلة مع حديثهم. ليس هناك قواعد رياضية، أنا يمكن أن أقول لك بأن المحكم هو الكلام الواضح، لكن هذه التعريفات غير دقيقة. يمكنني أن أقول لك التعاريف التي يذكرها علماء الأصول مثلا، لكن هذه التعاريف ليست دقيقة. توجد هناك تعاريف في كتب التفسير، توجد تعاريف في كتب الأصول، توجد تعاريف في كتب العلماء، يمكنني أن أذكرها لكنني لا أعتقد بصحتها، لأن التمييز بين المحكم والمتشابه ينشأ التمييز وتنشأ المعرفة من خلال الممارسة الطويلة مع حديث أهل البيت، من خلال الممارسة والمعايشة الطويلة مع حديث أهل البيت نستطيع، يستطيع الخبير أن يميز بين المحكم والمتشابه، وكيف يستطيع أن يتعامل مع المتشابه. هو تتمة الحديث إن في كلامنا محكم ومتشابه فردوا متشابهه إلى محكمه، هكذا قال الإمام الرضا، والرواية في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي مصادر أخرى. ما معنى حديثهم صلوات الله عليهم؟ كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون. الرواية هذه منقولة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث فيه تفصيل، كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون. الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال النظر إلى هذه الرواية وإلى أحاديث أخرى تتحدث في هذا الجو، في هذا المضمون، أن المراد من أن العلم كان نقطة من أن العلم مرده إلى حقيقة واحدة، مرد العلم إلى حقيقة واحدة واضحة عند من؟ عند أهل العلم، عندهم صلوات الله عليه. لكن هذه الحقيقة الواضحة الواحدة، الحقيقة المطلقة، لا يستطيع هذا المحدود أن يحيط بها، فكيف يمكن أن يصل العلم إلى هذا المحدود إلينا؟ كيف يصل العلم إلى هذا المحدود؟ لا بد من إيجاد وسائل إيضاح، مثل ما الطفل في الروضة بحاجة إلى وسائل إيضاح يأتي بها المعلم، تأتي بها المعلمة، فلا بد من تقسيم المعلومات إلى أبواب، إلى فصول، إلى علوم. هذا التقسيم كما يقول الفلاسفة تقسيم اعتباري وليس حقيقي، هذه الأمور تقسم وتبوّر لأجل أن يستطيع الإنسان أن تصل المعلومات إلى ذهنه. من دون هذا التبويب ومن دون هذا التفصيل لا يستطيع الإنسان أن ينال المعلومات أو أن تصل المعلومات إلى ذهنه. لذلك هذه المعلومات تتكثر، تتفرع علوم مختلفة، اختصاصات مختلفة، وحتى في كل علم أبواب مختلفة، وفي كل باب هناك قواعد، مصطلحات، تعاريف، تبويب، تفصيل. هو هذا التكثير، هذا التكثير نحتاجه نحن، المعصوم صلوات الله عليه لا يحتاجه. لماذا؟ لأن المعصوم عالم بالحقيقة كلها، هناك حقيقة وراء هذه الأشياء، هذه القضايا التي نحن نعلمها ليست الحقيقة، هذه قضايا تشير إلى الحقيقة من بعيد. كل العلوم حتى العلوم الغيبية التي تصل إلى
أولياء أهل البيت مثل سلمان وأمثال سلمان، حتى هذه العلوم لا يمكن أن يكون هناك وجه مقايسة فيما بينها وبين حقيقة العلم الذي هو عندهم. فارق كبير بين ما يقال له علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي يعني حضور صورة المعلوم. الآن صورة السكر في أذهاننا هل هي حلوة؟ الآن نحن الآن نستحضر صورة السكر، صورة الثلج، هل نحن نبرد حينما نتذكر صورة الثلج؟ لأنه لا يوجد ثلج في أذهاننا، في خزانة الصور توجد صورة للثلج وليس ثلج. لو كان هناك ثلج في خزانة المعلومات لأصابنا البرد، لو كانت هناك نار في خزانة المعلومات لاحترق الإنسان. الموجود في خزانة المعلومات هو صور، صورة النار، صورة العلمية للنار، الصورة العلمية للثلج، وهكذا كل الأشياء الأخرى. هذا يقال له العلم الحصولي، هذا علمي وعلم الأنبياء وعلم الملائكة. أما علمهم صلوات الله عليهم علم حضوري، العلم الحضوري حضور نفس المعلوم عندهم. فارق بين حضور صورة المعلوم، قضية واسعة، ليس الحديث عن هذا المطلب، ولكن بشكل موجز أشرت إليها وأكتفي بهذه العجالة. فارق بين أن المعلوم بنفسه يحظى وبين صورة المعلوم. أقرب لكم الصورة، أنت تعلم بنفسك علما حضوريا، هذا مثال تقريبي وليس من الدرجة العالية، يعني أنت الآن نفسك حاضرة عندك، ليش توجد عندك صورة عن نفسك؟ كل واحد يعرف ما في نفسه، الموجود في نفوسنا نحن نعرفه، حاضر عندنا، هذا علم حضوري. علمي بنفسي علم حضوري، أما علمي بغيري علم حصولي، لأنني حين أعلم عن غيري فإنه لا يوجد غيري في داخلي، وإنما توجد صورة لغيري في داخلي. أما حينما أعلم بنفسي، الإنسان على نفسه بصيرة تشير إلى هذه الحقيقة ولو ألقى معاذيره، لأن الإنسان نفسه حاضرة عنده، فحينما يعلم بما في نفسه المعلوم حاضر عنده. فارق بين أن تكون صورتك عندي وبين أن تكون نفسي عندي. نفسي عندي يعني المعلوم عندي، أما صورتك لست أنت في ذهني، هذه صورتك. فارق كبير أصلا، هذا ليس بعلم بالقياس إلى ذلك العلم. لذلك هم يقولون نحن العلماء وسائر الناس متعلمون وشيعتنا هم المتعلمون. العلم الحقيقي وهذا علمهم. والمطلب هذا مطلب واسع جدا، يعني لا يمكن الحديث عنه في مثل هذه العجالة. السؤال طويل، خلاصته لأجل أن نستفيد من الوقت، السؤال عن أن الإمام صلوات الله عليه، إمام زماننا، إذا دخل الكوفة فيها ثلاث رايات قد اضطربت بينها. السائل يسأل يقول: هل نفهم من هذه الرواية أن الشحناء يعني الخلافات تبقى حتى في قلوب الطبقة الواعية؟ هذه قضية واضحة، المشاكل والاختلافات داخل الوسط الشيعي تبقى موجودة، بل ربما قد تكون على أشدها. في بعض الأحاديث، في بعض الروايات، أنه يأتي زمان على شيعتنا وتجري عليهم الغربلة والبلبلة حتى يتفل بعضهم في وجوه بعض، وحتى يكفر بعضهم بعضا، وحتى يلعن بعضهم بعضا، روايات كثيرة في هذا المضمار. فقالوا: أو يكون عند ذلك خير يا ابن رسول الله؟ قال: نعم، والرواية كذلك عن أمير المؤمنين، أو يكون عند ذلك خير يا أمير المؤمنين، وحتى عن سيد الشهداء وعن بقية الأمة هذه الرواية تكررت. قال: كل الخير عند ذلك. الإمام لا يقصد الخير في أن البعض يتفل في وجه البعض، وإنما يريد أن يقول بأن هذه علامة قريبة
من ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. الموجود في الروايات المشاكل تبقى موجودة، حتى ورد في الروايات أنه 12 راية ترتفع لا يعرف أي من أي، وسيتكفأ بكم كما يتكفأ بالسفينة، مثل ما سفينة تتقلب في مياه البحر الهدارة المضطربة المواجة، أنتم تتكفؤون بسبب كثرة الاختلافات وتعدد الرايات وتعدد القيادات وتعدد الرموز. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل كما يقول علي الشرق. سؤال لا أريد أن أقف عنده طويلا لأنه الأسئلة كثيرة، فقط أجيب على جزء من هذا السؤال. ما نعرفه عن سماحتكم أنكم لا تؤيدون ولاية الفقيه، فإذا صح ما نعرفه إلى آخره. أنا أؤمن بولاية الفقيه، لا أدري من أين هذا الرأي، وعندي محاضرات، ولكنني أقول بأنه هذه الولاية لها شروط. إقامة الدولة الإسلامية في زمان الغيبة إذا توفرت له الشروط، وليش كل من يوصف بالفقاهة له الولاية؟ نحن عاصرنا وعايشنا ونعرف من التاريخ هناك من ربما قيل عنه من الأوصاف وهو لا يستطيع أن يدير بيته، أي ولاية لهذا لفقيه بهذه الأوصاف؟ لا يستطيع أن يدير شؤون بيته، لا يستطيع أن يدير شؤون مؤسسة صغيرة تحت إشرافه. كيف يقال بأن هذا له ولاية؟ حتى لو وصف بقضية الفقاهة وبأنه فقيه وبأنه مرجع، هناك تفاصيل في هذا الموضوع، لكن أصل المطلب يعني كما جاء في السؤال بأنني لا أؤمن بهذه القضية، قضية واضحة موجودة في الروايات الشريفة. في مقولة عمر بن حنظلة، رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رواية طويلة لا يوجد مجال لذكرها، فماذا يصنعان بعد ما يسأل عمر بن حنظلة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن نزاع في ميراث أو دين أو مال بين مجموعة من الشيعة، يحل لهم أن يترافعوا إلى السلطان وإلى قضاة الجور، يعني حكام العباسيين؟ الإمام قال لا، فماذا يصنعان؟ ماذا قال له الإمام؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. الرواية في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، روايات عديدة. ليس الآن الحديث عن هذا الموضوع، هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل وبحاجة إلى بسط وشرح وبيان، ليس هذا وقته. سؤال يسأل موجه لي بأنه لماذا لا أرسل مبلغين ينشرون الثقافة المهدوية؟ المبلغون يحتاجون إلى دراسة. أنا أؤمن بأن التمهيد للإمام الحجة عليه السلام واجب شرعي على الجميع. التمهيد للإمام الحجة واجب شرعي يقدم على الصلاة والصيام والحج وعلى كل أمر. واجبنا الشرعي التمهيد للإمام الحجة. وأنا أعتقد أيضا بحسب الإمكانات المتوفرة بين يديه، أعتقد أيضا بأنه الآن نحن في هذا المقطع الزماني أهم الواجبات التي يجب أن نقوم بها هو الإعلام والتعليم. الإعلام والتعليم ثبت عندنا تجاربنا، تجربة أمامكم، قطر هذه دويلة الصغيرة، قناة الجزيرة أخرجتها من هذا الحجم الصغير جعلتها في مصاف الدول الكبيرة. ثبت أن الإعلام أقوى من الأسلحة النووية، أقوى من الصواريخ، أقوى من الطائرات، أقوى من كل شيء، أقوى من كل الجيوش. الإعلام والتعليم، بالنسبة للإعلام فأنا منشغل فيه، أما بالنسبة للتعليم، التعليم يحتاج إلى إمكانات. يعني من يريد أن يوفر الإمكانات لإيجاد جامعة أو كلية أو مدرسة، أنا أقول هنا أنا مستعد أقدم كل خبرتي ليل نهار وأعطي ضمان خلال 3 سنوات أن أضع برنامج يتخرج خطباء ومتحدثون
يعرضون فكر أهل البيت بمستوى من الطراز الأول. بالنسبة لي لم تتوفر لي الإمكانات، لو توفرت فأرى أن هذا واجب شرعي علي وعلى غيري. سؤال أيضا بشكل سريع حتى نستفيد من الوقت، أنه لماذا زيارة الأربعين من علامات المؤمن؟ لماذا لم يكن هذا الأمر مثلا في زيارة عاشوراء أو عرفة أو سائر الزيارات الشريفة؟ التصور خاطئ أن تتصور أن زيارة الأربعين يعني يوم 20 من صفر هي علامة للمؤمن. القضية مجموعة كاملة، عاشوراء من دون الأربعين تبقى ناقصة مكتورة. المشروع الحسيني في التوقيت الزماني الرمزي على مستوى الشعائر يبدأ من أيام محرم إلى الأربعين، وإلا أنا أقول لكم بالوجدان الشيعي تستطيعون أن تدركوا هذه الحقيقة. لو الآن نأتي إلى يوم العاشر ونقطع كأننا ما صنعنا شيء، بالوجدان الشيعي هذه القضية تدرك. لو أقمنا ما أقمنا من إحياء أمر سيد الشهداء من أول محرم إلى يوم عاشوراء ووقفنا وانتهينا، ستبقى القضية مفتورة، مفتورة جدا بشكل واضح، يعني بشكل مفضوح. الأربعون كما يقال الجزء الأخير من العلة، يعني هذا المشروع بكامله آخر جزء من هذا المشروع، يعني هذا يوم الإمضاء، يوم الختم. وإلا لو كان الشيعي مثلا لا يعبأ من محرم إلى يوم 20 صفر، فقط يأتي في يوم 20 صفر، يأتي أو يعبأ ب20 صفر، هذا ليس قد حقق أو جاء بالخدمة الحسينية أو بالوفاء للحسين عليه السلام مجرد يأتي يوم 20 صفر. قضية هذه مجموعة متكاملة تبدأ من المحرم تنتهي في يوم 40. يوم 40 هو الجزء الأخير من هذه الصورة، صورة حسينية كاملة تبدأ من المحرم تنتهي في 40. العلامة هي هذه كلها، وإلا كل الزيارات هي من علامات المؤمن. أي زيارة حتى لو تزور الحسين من بعيد هي هذه من علامات المؤمن. لو لم تكن مؤمنا لماذا تزور الحسين؟ أي زيارة من الزيارات ولو من بعيد، وأنت جالس في بيتك وأنت في السيارة تقود سيارتك تزور الإمام الحسين، هي هذه علامة من علامات المؤمنين. كل الزيارات هي من علامات المؤمنين. وحينما تزور الحسين، حينما تزور سيد الأوصياء، زيارة المعصومين، زيارة أولاد المعصومين، أصلا زيارة شيعة أهل البيت من علامات المؤمنين. من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح موالينا، يكتب له بذلك ثواب زيارتنا. من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا، يكتب له بذلك ثواب صلتنا. وهذه الأشياء كلها نحن لماذا نأتي بها؟ وبسبب الارتباط به كل ما موجود في المنظومة العقائدية الشيعية هو هذا علامات المؤمن، كل هذه علامات، لكن لهذه العلامة خصوصية. هذه الخصوصية تشير إلى هذه القضية، إلى هذه المجموعة الكاملة، مجموعة منظومة متكاملة، منظومة عقائدية شعائرية سمي ما شئت متكاملة. هذه المنظومة الحسينية المبتدئة من المحرم. ليش الرواية تقول بأن الملائكة حينما يهل الهلال تنشر قميص الحسين؟ في بعض الروايات الزهراء تنشر قميص الحسين المدمى. من هناك يبدأ الوقت، تبدأ الساعة الحسينية تعمل. متى تتوقف؟ تتوقف عند 40. هذا هو اليوم الحسيني الكامل، مقطع الحسيني الكامل. قناة القمر، أتوقع أنه ربما في الشهر الثاني أو بداية الشهر الثالث سنكون على الهواء إن شاء الله تعالى، إذا جرت الأمور بأسبابها ولم تكن هناك معوقات. سؤال لم أفهمه بالدقة، أقرأ الكلام. ذكر أحد الخطباء بأن الشعائر الحسينية وخاصة التطبير نص وليس اجتهاد، والاجتهاد لا يقف أمام النص،
وإذا كان الشعار حسينية نص فما هو الدليل على ذلك؟ إلى آخره. نرجو من سماحتكم بيان ذلك وشكرا. إلى آخر الكلام. أنا لا أفهم بالضبط الكلام الذي جاء، ما المقصود نص واجتهاد؟ وربما الذي كتب السؤال لم يكن دقيقا في نقل الكلام، ولكن بشكل مجمل، بشكل مجمل بالنسبة للشعائر الحسينية، الشعائر الحسينية التي لم يرد فيها نص، هناك شعائر حسينية ورد فيها نص، زيارة من الشعائر الحسينية ورد فيها نص، البكاء والإبكاء شعائر حسينية ورد فيها نص، ذكر المصاب يعني إقامة المجالس، إقامة العزاء ورد فيها نص، إطعام الطعام وأمثال هذه الأمور ورد فيها نص. هناك عندنا مجموعة شعائر حسينية منظومة، هناك مجموعة من هذه الشعائر من هذه الطقوس وردت فيها نصوص، هناك بعض الطقوس بعض المراسم لم ترد فيها نصوص بشكل خاص، خصوصا مثلا هذه المواكب الماشية، يعني مثل مواكب التطبير، مواكب الزنجيل، مواكب اللطم السائرة في الطرقات، المواكب الجماهيرية، وشيء طبيعي لم يرد فيها نص ولم تكن في زمان الأئمة بسبب التقية، هذا شيء طبيعي يعني لا تحتاج إلى كثير تفكير، لأن هذه المواكب تحتاج إلى مساحة فيها حرية سياسية، يعني أيام البعثيين يستطيع الشيعة في العراق أن يقيموا هذه المراسم مثلا. قطعا هناك شروط لابد أن تتحقق في الساحة السياسية في الساحة الاجتماعية حتى يستطيع الناس أن يتحركوا. الشيعة من يوم عاشوراء سنة 61 وفي زمان الأئمة صلوات الله عليه وإلى زمان الغيبة الصغرى التي بدأت سنة 260 للهجرة وإلى أن انتهت الغيبة الصغرى سنة 329، الشيعة ما كانوا يستطيعون أن يسيروا في الطرقات مثلا، أن يتظاهروا بلبس السواد، ما كانوا يستطيعون، ظروف السياسية ظروف الاجتماعية، التاريخ الطويل العريض لا مجال للخوض في كل تفاصيله. بعد أن دخل البويهيون إلى بغداد، والبويهيون دخلوا إلى بغداد بعد الغيبة الصغرى، دخلوا يعني حدود سنة 340-335، ما بين بداياتهم دخلوا للعراق وبدأت سلطتهم في العراق سنة 335. الغيبة كما قلت علي بن محمد السمري النائب الرابع توفي يوم 15 شعبان سنة 329 للهجرة، وبهذا انتهت الغيبة الصغرى، يوم 15 شعبان 329 للهجرة الشريفة توفي علي بن محمد السمري، ومن هذه اللحظة بدأت الغيبة الكبرى. حدود 335، ما بين 335 إلى 340 بدأت الطلاع الأولى للحركة البويهية، جاءوا من إيران من أصفهان، جاءوا، كانت الدولة العباسية موجودة لكن الدولة العباسية في عصرها الثاني كما يسميه المؤرخون صارت دولة ضعيفة. نعم بغداد عاصمة للدولة العباسية، قصر الخليفة نعم موجود في بغداد والخليفة موجود، وصلاة الجمعة يذكرون اسم الخليفة ويخطبون باسمه ويدعون له، يوجد جيش وقوات تابعة للخليفة هذا موجود، ولكن أطراف الدولة العباسية غير خاضعة لحكم الخليفة، يعني نفس العراق أيضا كان مقسم، مناطق في الشمال في الجنوب غير خاضعة لحكم الخليفة بشكل مباشر، وأي واحد يأخذ قسم من الدولة العباسية ويأتي للخليفة الخليفة مجبر يوافق، يعني هو يفرض نفسه على الخليفة، الخليفة ما يستطيع أن يقول شيء، النظام الدولة كان بهذه الصورة. بالنتيجة جاء البويهيون من إيران من أصفهان وتسلطوا على بغداد وصار لهم الحكم، الكلمة النافذة الأولى، والبويهيون كانوا شيعة، فلما أمسكوا بزمان الأمور
منقول بأنه إعلان الشهادة الثالثة بشكل علني وكان في هذا العصر من مدينة الكاظمية. منطقة الكاظمية أول منطقة أعلنت فيها الشهادة الثالثة بشكل علني، وإلا هي موجودة في الروايات موجودة، ولكن يعني بشكل علني أمام الناس، الناس تسمع، كل الناس تسمع الشهادة الثالثة في الأذان الشيعي في هذه الفترة، في فترة العصر البويهي. وأيضا في فترة العصر البويهي أول مرة يكون هناك تعطيل رسمي، حكومة تستطيع أن تفعل ما تريد. أول مرة يكون هناك تعطيل رسمي في يوم تاسعاء عاشوراء في زمان بويهي، أول مرة في تاريخ الشيعي يكون هناك. وأيضا أول مرة احتفل بعيد الغدير، لذلك إذا تسمعون المخالفين أو الأخوة الذين يدخلون على منتديات الوهابية والمخالفين يقولون بأن هذه بدعة جاء بها البويون الاحتفال بعيد الغدير، لأنه لم يكن هناك احتفال رسمي علني واضح في الشوارع وفي الطرقات إلا في زمان البويين. كان أول احتفال في عيد الغدير في بغداد في أيام البويين. على أي حال، فعلقوا السواد في بغداد، والناس لبست السواد، الشيعة لبسوا السواد، وحتى المجالس النسائية بدأت في عصرهم، دي بإصلاحنا الملايات في عصر البويهين بدأ. بعد ذلك لما جاء السلاجقة أخذوا يبحثون عن القارئات العزاء الملايات وقتلوا العديد منهن في الشوارع. بعد ما جاء السلاجقة وانحشر حشرت السلطة البويهية من بغداد. بعد ذلك فترة زمنية طويلة ليست قصيرة. فقضية السواد في الشوارع يعلق والأسواق تعطل وإعلان رسمي والمجالس علنية ومجالس للنساء، ما كان يوجد مجالس للنساء، لو كان فبشكل سري غير واضح. هذا كله نشأ في العصر البويهي، وصار هناك يعني ظهور في الشارع للناس، بدايات المواكب الجماهيرية الموجودة. السبب هو الوضع السياسي، وهذا شيء طبيعي، لا تتوقع مثلا أن يكون هذا مثلا في زمن العباسيين والسلطة العباسية يعني فارضة سلطتها بكامل قوتها على المجتمع وعلى الواقع على الأرض. فهذه المواكب الحسينية التي لم ترد في النصوص، صحيح لم ترد في النصوص بشكل لفظي، مثلا ما قال الإمام أنه مثلا انصبوا الخيام في الشوارع وسموا هذه التجمعات مواكب هيئات إلى آخره. يعني مثلا ما عندنا رواية قالت أنه وليتجمع الناس ويحملوا مثلا الزنجيل السلاسل ويضربون ظهورهم، ما قالت الرواية بهذا الشكل، هذا صحيح، أو التطبير أو غير ذلك. لكن هذه الأشياء هي تطبيقات، هم الأئمة قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع. يعني أنتم فرعوا يا علماء الشيعة، يا فقهاء الشيعة، أنتم فرعوا، أنتم يا فقهاء، أنتم يا علماء، يا حملة حديث أهل البيت، أنتم فرعوا علينا الأصول وعليكم التفريع. التفريع ما هو؟ يعني نفعل النصوص الواردة عنهم على أرض الواقع، التطبيق على أرض الواقع. فلما تأتي النصوص عن المعصومين تتحدث عن أي شيء، أولا تأتي النصوص فتتحدث وتقول بأن الجزع مكروه على كل شيء إلا على الحسين الجزع ممدوح، والروايات تأمر الشيعة بأي شيء بإظهار الجزع. فارق بين الجزع وإظهار الجزع. الجزع يصيب الإنسان بشكل تلقائي، بشكل تلقائي يصيب الإنسان. يعني مثلا الإنسان يخبر بأن شيئا مهما حدث من دون إرادته ينهار الإنسان، هذا هو الجزع، من دون إرادته، هذا جزع. الأئمة أمرونا بإظهار الجزع، إظهار الجزع شيء، يعني أننا نحاول أن نظهر الجزع. محاولة إظهار الجزع مثل الإبكاء، مثل ما قال في الإبكاء هناك بكاء وهناك تباكي، إذا لم تستطع أن تبكي ف
ننتقل إلى مرحلة التباكي. هذه المواقف هي إظهار جزع. الجزع ما تعرفه في كل كتب اللغة، الجزع هو نقيض الصبر، يعني انعدام الصبر. إذا انعدم الصبر جاء الجزع. الصبر ليش له درجة واحدة؟ يعني ربما يكون صبري أكثر من صبرك، وربما يكون صبرك أكثر من صبري. كل إنسان درجة الصبر عنده تختلف باختلاف العمر، باختلاف التجربة، باختلاف العلم، باختلاف التدين واليقين الديني، باختلاف حالة التفاؤل والتشاؤم عند الإنسان في الحياة. هناك عوامل عديدة موجودة في بنية الشخصية الإنسانية، على ضوئها يتحدد مقدار الصبر. فالأئمة حين يقولون بأننا نظهر الجزع على الحسين عليه السلام ويؤكدون على هذه القضية، وروايات كثيرة جدا. أنا أحاول أن أختصر الكلام، لا أريد الروايات، لأنه عندي أسئلة ومطالب أخرى مهمة. الأئمة أمرونا بإظهار الجزع، هذه من مصادق إظهار الجزع. الأئمة حين أمروا بالإبكاء لم يحددوا الطريقة التي يحصل بها الإبكاء. يعني الأئمة ما قالوا لنا أنكم إذا تريدون أن تبكوا الناس لابد أن تقرأوا الشعر مثلا. قرئ الشعر في زمانهم، وقرئ بشكل إلقائي درج هكذا، وقرئ بطريقة النعي. الإمام كان يطلب، يقول اقرأوه كما تقرؤونه عندكم بالرقة. بالرقة يعني باللحن، بأطوار النعي، بالمقامات. قال اقرأوه، يقول للشاعر وهو يقرأ، اقرأ يا خزاعي كما تقرؤون عندكم، يعني في العراق، بالرقة يعني بالنعي، بالطور، باللحن، بالمقام. وكذلك ذكرت المصيبة إلقاء كما أتحدث الآن، وكانت سببا للإبكاء. وربما في الزيارة يأتي فيزور فيبكي، لا توجد أسباب محددة للإبكاء. واحدة من أسباب الإبكاء هي هذه. أليس كثير من الناس حينما ينظرون إلى هذه المواقف يبكون؟ أيضا مصداق من مصادق الإبكاء، مصداق من مصادق الجزع، مصداق من مصادق الإبكاء. الروايات عن الأئمة أمرت بإظهار الجزع. الجزع يختلف من واحد إلى آخر. واحد يجزع يسكت، نهاية ما يعبر به عن حزنه الشديد يسكت، لا تكلم. واحد يلبس أسود، واحد يطلق لحيته، قناة فضائية تضع خط أسود في الشاشة، هو هذا الذي يناسبه. شخص آخر يلبس ربطة عنق سوداء، ربما يلبس لباس ألوان فاتحة وقميص أبيض، ولكن يعبر عن حزنه بربطة عنق سوداء. واحد آخر يلبس وشاح، واحد آخر يرمي نفسه على الأرض يتمرغ بالتراب، واحد يضرب رأسه بالجدار. لا يوجد حد معين. هو الجزع، هكذا تقول اللغة، نقيض الصبر. نقيض الصبر يعني لا يوجد حد معين. كيف يستطيع الإنسان أن يتصور معنى محدود لهذه الكلمة؟ فهو نقيض الصبر. إظهار الجزع يختلف من مكان إلى مكان، تختلف الناس، تختلف الثقافات. الغريب هو هذا، الغريب نحن الآن، أنا ما أريد أن أتشعب كثيرا في هذه القضية، ولكن يعني الذين يعترضون، أنا لا أعبأ بالذين يعترضون من الوسط الوهابي، لا شأن لنا بهم، هم يعترضون على كل شيء، أو من خارج الوسط الشيعي، ونحن لا نعبأ حتى من الذين يعترضون من داخل الوسط الشيعي وهم لا علم لهم، لا فهم لهم، هؤلاء أيضا لا نعبأ بهم. لكن حينما يكون الاعتراض على شعار الحسين من داخل، يعني من أهل البيت، يعني من أهل الآنة، يعني المشكلة هنا، المشكلة حينما يكون الاعتراض من داخل البيت، من داخل بيتك، من داخل الأسرة الشيعية، من داخل الجو الشيعي الخاص. لو كان من المخالفين لأهل البيت فليقولوا ما يقولوا،
قضية ليست مهمة، هم أساسا يرفضوننا من رؤوسنا إلى أقدامنا، يرفضوننا في كل الاتجاه بظاهرنا وبباطننا، ونحن نرفضهم كذلك، نحن من طريق وهم من طريق. لكن حينما يكون من داخل الجو الشيعي، من داخل البيت الشيعي، في جو الرموز الشيعية، في جو الأعمدة الشيعية، داخل الوسط الشيعي، هو هناك قضية، هناك قضيتان. وبشكل سريع، بشكل سريع، أنا طولت بعض الشيء لأنني أعتقد أن الكثيرين يهتمون بهذه القضية، وإن كان القضية تحتاج إلى يعني ندوة كاملة للحديث عن هذا الموضوع حتى نستطيع أن نغطي كل التفاصيل. لكن هناك قضيتان بشكل سريع أذكرهما وأنتقل إلى مسألة أخرى. القضية الأولى أنه الآن نحن عندنا في الفقه، في أحكامنا الشرعية، في الجو الديني، مثلا إذا قضية تخص النساء، ماذا يقول الفقهاء، العلماء، المجتهدون، المراجع، سمي ما شئت من هذه الأوصاف، ماذا يقول علماؤنا؟ أصلا ماذا يقول أهل البيت صلوات الله عليه؟ ماذا يقول ديننا؟ أنه قضية إذا تتعلق بأمور النساء نسأل النساء عنها، لأن هذه القضية خاصة بالنساء، أمور نسائية نريد أن نستكشفها، نسأل النساء عنها، هذا شيء طبيعي. الآن حدثت مشكلة في قضية بين اثنين، أو في تحديد موضوع من الموضوعات الشرعية يتعلق بقضية ترتبط بتعامل في السوق، نسأل أهل السوق، الناس الذين عندهم خبرة بالسوق وبالتجارة، لأن هؤلاء هم أصحاب الخبرة، أصحاب الشأن في هذه القضية. الآن عندنا سائل، الآن يأتي شخص لفقيه من الفقهاء ويقول له هذا مشروب نزل إلى السوق، هناك كلام يقال بأن هذا المشروب مسكر، الفقيه لا يعرف، ليس مهندسا كيميائيا، يؤخذ هذا المشروب إلى المختبر، إلى المهندس الكيميائي، يحلل هذا السائل لينظر فيه، فيه مواد كحولية تسبب الإسكار أو لا. اكتشاف هذه القضية وهذه الخاصية تحتاج إلى مختبر كيميائي، المرجع هنا المهندس الكيميائي، هو حتى الفقيه يقلده في هذه القضية على ضوء ما يقول المهندس الكيميائي. إذا أراد الفقيه يقول هكذا، إذا كان مسكر فهو حرام، إذا كان مسكر فهو نجس، إلى هذا الحد. هذا من اختصاص الفقيه، لأن هذه المعلومات موجودة في العلم الذي يتخصص به الفقيه، إلى هذا الحد. لكن هذا السائل نفسه، هذه العلبة، هذه القنينة، هذه الزجاجة الموجود فيها السائل، ما علم الفقيه بها، لا يعلم بها، لا بد من أخذها إلى المختبر الكيميائي. وبالنتيجة كل قضية في الحياة هناك ناس أهل خبرة، وهناك أعراف العرف، أحد الموازين الشرعية عندنا، كثير من الأحكام الشرعية تحدد على أساس العرف. لماذا القضايا الحسينية لا يرجع بها إلى أهل العرف الذين هم الخدمة؟ لماذا يرجع بها إلى غيرهم؟ لماذا كل شيء موجود عندنا يرجع به إلى عرفه؟ هذه شعائر الحسينية، هم أصحاب الشعائر الحسينية، هم يحددون هذه شعيرة أو غير شعيرة. شيء غريب هذا، واقعا شيء غريب، كل شيء يقبل، لكن القضايا التي تتعلق بأهل البيت يتعامل معها بشكل آخر، ليس فقط في قضية الشعائر، في كل أشياء. لا أدري لماذا، أنا أدري لماذا، ولكن أقول هكذا. هذه قضية، يعني قضية تحديد الشعائر الحسينية، هذه راجعة للعرف. سيقولون الآن، أدري ماذا سيقولون، سيقولون أنه الذين في الشعائر الحسينية جهال وما يفهمون وما عندهم دين، فقط الذين في الشعائر الحسينية جهال وما يفهمون وما عندهم دين. قبول بقية المجتمعات، بقية المجموعات العرفية، يعني بقية المجتمعات العرفية حينما تكون قضية في السوق، الموجودون في السوق كلهم علماء وفضلاء وعباد وأتقياء وأنقياء،
نفس الشيء. فلنقبل وإن كان الكلام غير صحيح، فلنقبل أن الموجودين في أجواء المواكب والهيئات والحسينيات أناس جهال لا يفهمون شيء، أناس لا يلتزمون بعيد، لنقبل هذا الكلام. هذه القضية أيضا موجودة في بقية التجمعات. لماذا العرف في بقية التجمعات يقبل؟ إذا كان القضية تخص النساء نسأل النساء، قضية تخص التجار نسأل التجار، قضية تتعلق بتربية الحيوانات نسأل الذين عندهم خبرة بتربية وهكذا في كل صغيرة وكبيرة. يعني هذه المجموعات البقية كلها صلحاء وعلماء وفضلاء وأجلاء، فقط هذه المجموعة البشرية التي تقع في دائرة الشعائر الحسينية والهيئات والمواقف، فقط هذه المجموعة مجموعة سيئة، مجموعة كل الأوصاف القبيحة موجودة فيها، وما نستطيع أن نعتمد على عرفها. لماذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني كيف تكون الأحكام؟ هذه قضية. القضية الثانية أنا تحدثت عنها وموجود حديثي على الإنترنت على موقع زهرائيون، تحدثت عنها في ألمانيا بشكل مفصل في أيام العشرة الأولى. هذا هو القرآن. حينما نأتي بالروايات قالوا نعود إلى القرآن، نعود إلى القرآن، هذا هو. لنذهب إلى، أنا الحقيقة ما كان في بالي أتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الكلام جرى الكلام. لنذهب إلى سورة المائدة. هذه سورة المائدة، هذا هو القرآن وسورة المائدة. بعد ما تبدأ بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخره، الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، لا تحلوا شعائر الله يعني لا تجعلوها مباحة، أي لا تستهينوا بها، أي لا تسخروا منها. لا تحلوا يعني لا تجعلوا هذه الشعائر حلالا مباحا أمرا للاستهزاء أو السخرية أو الانتقاص منها. ما هي هذه الشعائر؟ هذه الشعائر هي المذكورة هنا، الشهر الحرام، الهدي، القلائد، آمين البيت الحرام. الآية فيها تفصيل كثير وما عندي مجال، فقط أقف عند القلائد. القلائد ما هي هذه التي عبر عنها القرآن هنا بالشعائر؟ لا تحل شعائر الله، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وإذا نذهب إلى سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الكلام يعني ضمن هذه المصاديق الموجودة في الآية. وفي نفس السورة، يعني في نفس سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبدنة هذه الآية هي الآية 32، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في نفس الصفحة الآية 36، والبدنة، البدنة يعني الإبل، الإبل التي تذبح، يعني الهدي، الحيوانات التي يضحى بها في الحج، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، يعني هذا البعير من شعائر الله، ومن يعظمه فإن هذا من تقوى القلوب. هذه سورة الحج وهذه الآية، هذه الآية 32، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نفس الصفحة ونفس السورة الآية 36، والبدنة، البدنة هو جمع بدنة، والبدنة هي الناقة التي يذبحونها
في الحج في منى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير إلى آخر الآية. وهذه الآيات هنا نفس الشيء، لا تحلوا شعائر الله، يعني احترموا هذه الشعائر. أنا أقف عند القلائد، أتدري ما معنى القلائد؟ ربما الكثير منكم يقرأ السورة ويقرأ هذه الآية فما يعرف معنى القلائد المذكورة هنا التي عدها القرآن، الله عدها من الشعائر. قلائد ما هي؟ القلائد يا جماعة، أولا القلائد هذا عرف جاهلي، يعني لم يأتي به رسول الله ولم يأتي به نبي من الأنبياء، هذا أول شيء. أولا هذا عرف جاهلي. اثنين، ما هي هذه القلائد؟ والله هذا الكلام مكتوب في كتب السنة والشيعة، في كتب التفسير، في كتب السيرة، في كتب الحديث، في كتب الفقه. وأتحدى واحد يقول لي بأنه يوجد معنى ثاني غير هذا المعنى الذي سأذكره. القلائد أنك حينما كان العرب هكذا يفعلوا، أنك العربي لأنه كان عندهم سلب ونهب، ولكن كان عند العرب خوف من التعرض للحيوانات التي تذبح في مكة وحتى تجارة مكة. لماذا كان أهل مكة أكثر غنى؟ لأن القوافل التجارية التي تخرج من مكة ما كان العرب يسلبونها، تخرج بدون حماية، مثل ما نقول يشورون، الناس تخاف من عندهم باعتبار خارجين من مكة، ومكة كانت مقدسة في الجاهلية. هذه بقايا الديانة الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية لم تنحسر. الناس في الجاهلية كانت تحج مثل هذا الحج الذي نحجه نحن، يذبحون أيضا، فكانوا يأخذون النياق لئلا يسرقها السراق، يعني الحرامية كانوا يخافون أنه إذا باغوا هذه الحيوانات إذا سرقوها راح يصير بهم شيء، فوضعوا علامة لهذه الحيوانات. ما هي هذه العلامة؟ تأتي بفردة نعل عتيقة تشدها بخيط أو بخرقة أو بحبل من خوص النخل تعلقه في رقبة الناقة. هذه هي القلائد التي من يعظمها من شعائر القلوب. بالله عليكم، فردة نعل عتيقة، وهذا عرف جاء به الجاهليون، مستحب في الرسائل العملية. الآن في الرسائل العملية أي واحد منكم يقلد فقيه من الفقهاء فليرجع إلى الرسالة العملية إذا كان مكتوب فيها باب الحج وأحكام الحج، أو يرجع إلى مناسك الحج ليرى أن أحد المستحبات في الحج موجودة في كل الرسائل العملية. يستحب تقليد الذبيحة، يعني أنت إذا عندك ذبيحة تريد أن تأخذها معك إلى منى كي تذبحها تعلق في رقبتها فردة نعل عتيقة، وقطعا الناس ما تعلق فردة نعل جديدة، فردة نعل عتيقة تعلقها في رقبة هذا الحيوان الذي تريد أن تذبحه في منى. هذه القلائد المذكورة، ولا يوجد معنى آخر. لماذا؟ لأن هذه الناقة أو هذه الدابة التي نريد أن نذبحها، هذه البقرة مثلا أو هذا الخروف، لماذا نحن نذبحه؟ لماذا؟ مجاراة مع ماذا؟ مع خروف ذبح فداء لإسماعيل، وإسماعيل لم يحدث فيه شيء، يعني خروف في هذا الزمان بعد مئات من السنين نحن نأخذه نذبحه مجاراة مشابهة لخروف ذبح فداء لإسماعيل، نعلق في رقبته فردة نعل عتيقة، هذا من الشعائر؟ ولا يوجد أحد يقول شيء. ومن الشعائر، والقرآن يقول من الشعائر، أنا لا أعترض على هذا، من الشعائر، ومن الشعائر التي تحدثت عن الآيات بأن الذي يعظمها فإن ذلك من تقوى القلوب، هذا من الشعائر، من شعائر ديننا، ما عندنا اعتراض، لا يوجد اعتراض على هذا. القول منا ما قالوه صلوات الله عليه، هذه عقائدنا وهذه أحكامنا وديننا. لكن
أن تقام شعائر للحسين صلوات الله وسلامه عليه، قضية مربوطة بسيد الشهداء، لا تكون من الشعائر ويشكك فيها، وهذا شيء لا أدري من أين جاءوا به، وهذا الكلام الذي تعرفونه أنتم. قضية مرتبطة بالحسين لا تكون، ونعل عتيق، فردة نعل تعلق برقبة الدابة من الشعائر التي يقول عنها القرآن بأن من عظمها من تقوى القلوب. لا، الأمر إليه، أنتم أحكموا في ذلك. قضية واضحة جدا، وأعتقد أنه ليس هناك من حاجة إلى التقليد. خلاصة الكلام، هذه الشعائر الحسينية، المواكب أقصد، التي لم يرد فيها نصب الخصوص، هي تطبيقات لما جاء في روايات أهل البيت من إظهار الجزع، إظهار الجزع أيضا من تطبيقات الإبكاء، هي أحد عوامل الإبكاء، أيضا هي من تطبيقات إحياء الأمر. ما المقصود من إحياء الأمر؟ إحياء الأمر هو إيجاد أشياء موجودة على أرض الواقع، إيجاد أشياء موجودة على أرض الواقع تنبه الناس، تلفت نظر الناس، هذا هو إحياء الأمر. وإلا ليش أن أجلس في بيتي مثلا وأمسك كتاب وأقرأ وأقول هذا من إحياء الأمر؟ يمكن أن يقول هذا من إحياء الأمر، ولكن بدرجة ضعيفة جدا. لما نقول إحياء الأمر يعني لابد من وجود جماهير من الناس، لابد من وجود ناس حتى يحيى الأمر فيهم. إحياء أمر مصيبة الحسين عليه السلام، لابد من إيجاد أشياء تشعر الناس بأن شيئا كبيرا عظيما حدث، لابد من إيجاد أشياء في ذلك تقرب الفكرة، تقرب الصورة. يعني الآن لماذا في مثلا في كتب الأخلاقيين، في كتب الأخلاقيين حين يتحدثون مثلا عن بعض الرموز، ورموز سنية أيضا يمجدون فيها في الوسط الشيعي، بأنه يحفر له قبر، في كل ليلة يأتي وينام في القبر ويتصور نفسه بأنه سيموت وسيأتي الملكان وإلى آخره. لم تر التعاليم عن الأئمة في هذه القضية، أن أحفر لكم قبر في بيوتكم تعالوا ناموا فيه. وإذا ورد عن أهل البيت مثلا استحباب اقتناء الكفن، الوارد النظر في الكفن، لكن مثلا شخص مثلا يقتني الكفن ويلبسه كل ليلة وإلى غير ذلك، أمور كثيرة يمدحونها في كتب الأخلاق، يمدحونها على المنابر، يعدونها من الكرامات ومن الفضائل. لماذا؟ لأنها عملية تمثيلية تشبيهية تقرب لك الفكرة. هذه المواكب الحسينية تقرب الفكرة، مواكب الحسينية تقرب الفكرة، وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح لتقريب فكرة مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى الحقيقة. الأسئلة كلها مهمة، وأنا أعتذر من أخوتي ومن أبنائي أن لا أجيب على كل الأسئلة. هناك سؤال وبشكل سريع، هذه مجموعة أسئلة هنا، أنه ورد عنوان في كتاب وسائل الشيعة، لا يجوز تقليد غير المعصوم، وهذا الكلام موجود في كتب الحديث، كان في كتاب الوسائل وغير كتاب الوسائل. بشكل مختصر، هذه القضية تتحدث عن خلاف في المصطلحات وليس في الوظيفة العملية. العلماء الذين ينحون المنحى والذوق الإخباري من علماء الشيعة، من فقهاء الشيعة، هناك ممن ينحى المنحى الإخباري، ما سميت المدرسة الإخبارية، شاع بين الناس أنهم لا يقلدون، لا يقلدون، هذه من الدعايات، من دعايات الخلافات بين المدارس، من دعايات المدرسة الأصولية على المدرسة الإخبارية، هذه دعايات، هم نفس الشيء، هم أيضا يقلدون، يرجعون إلى الفقهاء،
ولكن الخلاف في المصطلح. يقولون بأن مصطلح التقليد هم الإخباريون، وليس كلهم، لكن رأي شائع، يقولون هذا المصطلح، مصطلح التقليد قضية لفظية، قضية شكلية وليس قضية في المضمون. هذا المصطلح يقولون خاص بالمعصوم، لأنك إذا تريد أن تقلد لابد أن تقلد جهة كاملة ليس فيها خطأ، والفقهاء يقابلون الخطأ وصواب، يعني الفتاوى والأحكام احتمال 50% صحيح، احتمال 50% غير صحيح. الفتاوى التي تصدر رسائل عملية، أصلاً وهذا الكلام الموجود في أول رسالة العملية، أنه العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ، هو مجزئ ومبرئ معناه هو هذا، أن احتمال أن هذه الأحكام خاطئة، لكن غاية ما استطعت أن أصل إليه أنا الفقيه في هذه الرسالة العملية، غاية ما أستطيع هو هذا الذي وصلت إليه. أنت الذي لست مختصا بهذه القضية، الأفضل لك أن تعمل بهذه، وإذا عملت بهذه يبدو هكذا، لا يوجد حل آخر، يعني ما عندك شارع، لا يوجد حل آخر، فإن شاء الله أنت معذور، يعني يوم القيامة لو قالوا لك بأن هذه أعمالك غير موافقة لما يريده الإمام المعصوم، تقول أنا ما عندي طريق، أنا رجعت لأهل الخبرة، وأهل الخبرة لو يجاء بهم فيقال أنتم لماذا قلتم هكذا، يقولون هذا الذي توفر لدينا من المعطيات، ما عندنا من الكتب والمعلومات والمعطيات العلمية هو هذا، فيكون هذا معذرا، يعني يعطي الإنسان العذر، يكون معذر يعطي الإنسان العذر. هم من المدرسة الإخبارية يقولون بأن مصطلح التقليد لا يعني أنهم لا يرجعون إلى الفقهاء، لا، عندهم فقهاء وعندهم رسائل عملية، هو نفس الحر العاملي، بالمناسبة الأخ سأل أقول له الحر العاملي عنده رسالة عملية، رسالة العملية اسمها بداية الهداية، أيضا من جزئين عبادات ومعاملة، وعنده مختصر أيضا للرسالة، مختصر بداية الهداية، نفس الحر العاملي رحمة الله على صاحب الرسالة، عنده رسالة عملية، وبقية أيضا علماء المدرسة الإخبارية أيضا عندهم رسائل عملية، يعني الناس ترجع، يعني الشيعة الإخباريون إلى من يعودوا، ولا يوجد بالمناسبة فرق بين إخباري أو أصولي في الجانب العقائدي، هذا خلاف بين الكبار، يعني عشيرة واحدة وخلاف بين شيوخ العشيرة، لا يوجد فرق، شيعة إثنى عشرية بل ربما عقائدهم ولاءهم لأهل البيت أكثر من غيرهم، والبقية أيضا المدرسة الشيخية المدارس الشيعية الأخرى نفس الشيء نفس الكلام، هذه خلافات في المستوى الفوقي في مستوى الزعامات، فهذا الكلام لا علاقة له بموضوع التقليد، موضوع التقليد أصلا قضية طبيعية، يعني حتى لو لم يذكر في الرسائل العملية هو شيء طبيعي، يعني أنت في كل قضية تقلد، أنت حينما تريد، يعني الآن أنت تريد لك دشداشة مو تروح الخياط، أنت تخيط دشداشة نفسك إلا إذا كنت خياط، أنت الآن تريد كرسي مو تروح للنجار، وين تروح يعني؟ لا بد من الذهاب إلى النجار، في كل قضية الإنسان يرجع إلى أهل الخبرة وهذا شيء طبيعي، ونفس الفقيه يرجع إلى أهل الخبرة، فقيه إذا كان عنده مشكلة في عينيه مثلا وجاء شهر رمضان ولا يدري يعني هل أن الصيام يضره أو لا يضره، ألا يسأل الطبيب؟ حينئذ يكون الفقيه مقلدا للطبيب في هذا الخبر. هذه قضية طبيعية فطرية إنسانية، يعني أي إنسان هو محتاج للتقليد في المسائل التي لا خبرة له بها، الأمور الدينية أيضا إذا أنت عندك خبرة أنت مستغن عن الرجوع إلى غيرك، ما عندك خبرة ابحث عن شخص عنده خبرة ترجع إليه في أمور دينية، وهذا التقليد ربما ضخم في الواقع الشيعي أكثر من اللازم، صار في بعد كهنوتي مثل علاقة المسيحيين بالبابا، نعم هذا موجود الآن، لكن هذا لا علاقة له بعلمه، هذا شيء جاءت به الشيعة من عندي أنفسها، هذه قضية راجعة إليه، وإلا التقليد حتى في زمان الأئمة موجود، هناك تصور خاطئ أن التقليد حدث بعد زمان الغيبة، لا، التقليد حتى في زمان الأئمة يأتيه للإمام يا ابن رسول الله أنا في قم
وما استطيع ان اصلي. قال عليك بزكريا بن ادم فانه المامون على الدين والدنيا. الامام الرضا في خراسان ما يستطيعون، لا توجد وسائل نقل، وسائل تواصل، لا توجد وسائل للتواصل. والشيعة في قم، وأهل قم كانوا كلهم شيعة، ماذا يفعل؟ قال عليكم بزكريا ابن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. الشيعة في الكوفة في زمن الإمام الكاظم قال عليكم بالمفضل ابن عمر، فضل كان في الكوفة والإمام الكاظم كان في المدينة. الإمام الصادق يرجع الناس إلى زرارة، إلى أبان بن تغلب، فلان فلان فلان، وهذا على طول التاريخ، طول تاريخ أما في حياتهم كان يرجع. هو هذا التقليد، تقليد ترجع إلى عالم تسأله ما حكم هذه القضية وفي ما لا انتهينا. أما باقي هذه الترتيبات والتفريعات هذه من صنع الناس، ناس صنعوا هناك صورة غيبية كهنوتية لا أدري كيف، هذه لا حقيقة لها في دين آل محمد. دين آل محمد هو هذا. أنا أيضا أشكل على الإخباريين في قضية مصطلح التقليد. مصطلح التقليد ورد في الروايات، لكن علماء المدرسة الإخبارية رفضوا هذه الرواية. رواية موجودة في تفسير الإمام العسكري، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه. حديث هنا ليس عن الأئمة، هذا الحديث عن فقهاء الشيعة، لأن الرواية طويلة وليس ذلك كل فقهاء الشيعة وإنما بعضهم. تتمت الرواية وتستمر الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول وإن من فقهاء الشيعة من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه، لأن جيش يزيد ابن معاوية سلب الحسين وأصحابه أرواحهم وأسادهم، وهؤلاء فقهاء السوء سلبوا ضعفاء شيعتنا أديانهم وإيمانهم. رواية مفصلة طويلة، مرادي أن الرواية تحدثت عن الفقهاء وعن التقليد، يعني هذا المصطلح وارد في كلمات أهل البيت. والرواية هذه عن إمامنا الصادق يرويها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الإمام العسكري، وموجودة في كتب التفسير في كتب الحديث. وإن كان المطلب أيضا بحاجة إلى تفصيل وتوضيح أكثر، لكن أذهب إلى الأسئلة التي تردت. هذا سؤال من الأسئلة حول آية في سورة الحجر. نذهب إلى الكتاب الكريم. الآية 41 قال هذا صراط علي مستقيم. الآية 41 قال هذا صراط علي مستقيم. السؤال غير واضح، لكن يبدو السؤال عن لفظ الآية، عن قراءة الآية. هناك قراءة التي هي قراءة المصحف، هذا القراءة الموجودة، قال هذا صراط علي مستقيم، هذه قراءة عاصم. إذا أردنا أن ننظر إلى تقسيم القراءات عند المخالفين لأهل البيت، وهي قراءة المصحف، المصحف مكتوب بهذه القراءة، قال هذا صراط علي مستقيم. أعتقد أن السائل هو لم يكتب السؤال، لكن يبدو أنه يسأل عن شيء في نفسه، يسأل عن قراءة أهل البيت. قراءة أهل البيت قال هذا صراط علي مستقيم، الرواية في الكافي الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إذا تذهب إلى القراءات عند المخالفين موجود، قال هذا صراط علي مستقيم. قراءة ثانية عندهم أيضا، قال هذا صراط علي، يعني الصراط هو علي، وصف وصف، يعني صراط عظيم، يعني صراط عالم، يعني قراءة ثانية. هذه القراءة المشهورة قراءة عاصم، وعندهم قراءات أخرى، قال هذا صراط علي مستقيم، قراءة ثانية هذا صراط علي مستقيم، قراءة الإمام الصادق قال هذا صراط علي مستقيم. رواية عن النبي أيضا وردت بهذا المضمون، لكن نحن نقرأه كما هو مكتوب في المصحف.
قال اقرأوا كما يقرأه الناس وسيأتيكم من يعلمكم. وأعتقد يعني الإنسان الذي عنده ذوق باللغة العربية يستطيع أن يميز قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. أعتقد الذي يمتلك الذوق يستطيع أن يميز. هنا سؤال، كما تعلمون أننا نعيش في عصر العولمة وأنا لا أعرف معنى هذه الكلمة، إلى آخر الكلام. العولمة هذا المصطلح مشتق من كلمة عالم، العولمة مشتق مثل ما نقول الآن كلمة حوقلة للذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمي مجموع هذا المعنى ماذا نسمي؟ نسمي حوقلة. الحوقلة ما هي؟ هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلمة حوقلة تجمع المضمون، يعني أن الإنسان الذي يقول هذه الكلمة هو ينفي كل حول وكل قوة عن غير الله سبحانه وتعالى. الحول هو الحيلة والقدرة، ينفي كل قدرة وكل حيلة إمكانية للعمل للحركة، كل الإمكانات ينفيها عن غير الله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الموضوع كله يقال له حوقلة. هذه الكلمة حوقلة هذا مصدر من حوت نحت، يعني لا توجد في اللغة العربية في الأصل كلمة حوقلة، وإنما هذه كلمة نحتت نحت، نحت هذه الكلمة من خلال المعنى الموجود. كلمة عولمة أيضا يعني الكلمة غير موجودة في اللغة العربية أساسا، يعني في كتب اللغة إذا ترجع لا تجد هذه الكلمة موجودة، وإنما هذه الكلمة نحتت نحت، استخرجت ونحتت من كلمة العالم والعالمية. المراد من العولمة للعلم الآن يقولون في التصنيف الاجتماعي نحن الآن ما بعد عصر العولمة، عصر العولمة انتهى، ربما الآن يتحدث عنه. ونحن في الشرق يعني إذا أردنا أن نقيس الحركة الاجتماعية أو الفكرية أو الثقافية ما بين الشرق والغرب دائما هناك حالة من التأخر، مثل ما الآن في الأجواء الأدبية والثقافية يتحدثون مثلا عن الحداثة، وأسمع على القنوات الفضائية يتحدثون عن الحداثة وما هي الحداثة والحداثة والحداثوية وأمثال ذلك. الحداثة في الغرب انتهت في الخمسينات، حداثة هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهت، ونشأت بعدها مرحلة ما بعد الحداثة. مرحلة ما بعد الحداثة أيضا انتهت، نشأت في السبعينات وانتهت مرحلة ما بعد الحداثة في الثمانينات، ثم نشأت مرحلة السوبر حداثة في التسعينات، والآن نحن في نهايات السوبر حداثة. الآن الثقافة الغربية يقول نحن ما بعد مرحلة السوبر حداثة. العولمة يعني الآن في الجو الثقافي الغربي نحن انتهينا من عصر العولمة، الآن دخلنا في عصر ما بعد العولمة بحسب تقسيماته. المراد من العولمة وبشكل مختصر من دون أن أذهب في إيجاد تعريف أو وضع تعريف أو مناقشة تعريف لهذه الجهة أو لتلك الجهة، العولمة هو أن الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الكبرى تجعل من ثقافتها ثقافة منتشرة في كل العالم، وتجعل من اقتصادها اقتصادا مهيمنا على كل العالم بالشكل المختصر. أن تكون الثقافة الأمريكية الثقافة الغربية، في الليلة الماضية قلت بأنه ما المراد من العالم الغربي، كندا والولايات المتحدة وأوروبا الغربية بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدول الإسكندنافية،
زائدا استراليا ويلحق بها اليابان. هذه المنظومة تسمى منظومة النظام الغربي، مجموعة الدول الغربية، المجتمع الغربي. هناك حضارة موحدة ونظام واحد، سيستم واحد يجري في هذه البلدان. المراد من العولمة هو انتشار الثقافة الأمريكية بالتحديد، وكذلك هيمنة الاقتصاد الأمريكي. هذا بشكل، هذا من الآخر، من دون الذهاب في مصطلحات وشرح، هيمنة الثقافة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. قطعا لا يمكن أن تنتشر الثقافة والاقتصاد، هيمنة الاقتصاد الأمريكي، إلا من خلال أساليب السياسة والإعلام والعسكرتارية في بعض الأحيان، استعمال القوة والجيوش وإلى آخره. يعني كيف يمكن أن تنتشر هذه الأمور؟ لا تنتشر هكذا، لابد أن تكون هناك وسائط ووسائل وأسباب وإلى آخره. فيدخلون من جهة السياسة، من جهة الإعلام، ومن جهة الحروب وإلى غير ذلك من الأمور. لكن الآن نحن كما يقولون، يعني الذين يشتغلون في حقل السياسة، في حقل الثقافة المعاصرة، نحن الآن في عصر ما بعد العولمة، يعني عصر العولمة. الآن الثقافة الأمريكية دخلت في كل مكان، هذه قضية واضحة، دخلت يعني في اللباس، في الطعام، في الشراب، في كل شيء، في جميع الاتجاهات، في كل أنحاء العالم. بهذا القدر أكتفي وأنتقل إلى سؤالين هما الأسئلة الأهم. السؤال الأول، رسالة طويلة لا أستطيع أن أقرأها، فيها تفاصيل كثيرة. أهم مطلب فيها، هناك عدة مطالب لكن لا يكفي الوقت للحديث عن كل صغيرة وكبيرة. أهم مطلب في هذه الرسالة سؤال عن اليماني، من هو اليماني؟ يكثر الحديث عن هذه الشخصية، من الآخر أيضا آتيكم، ومن حديث أهل البيت فقط، من الآخر ومن حديث أهل البيت فقط. ربما تقرؤون في الكتب التي ألفت، وهذه مشكلة موجودة عندنا، ولا أستثني كتابا واحدا، كل الكتب التي ألفت، كتب الآن الموجودة في الأسواق، إن كان باللغة العربية أو باللغة الفارسية، لمن منكم يعرف اللغة الفارسية، كتب التي ألفت عن الإمام الحجة عليه السلام في العقود المتأخرة، يعني من السبعينات وإلى الآن، كل هذه الكتب لن تجد ولا كتاب واحد، وأقولها عن علم، عن تحقيق وتمحيص، لن تجد ولا كتاب واحد كتب في الوسط الشيعي من علمائنا كتاب خلي وصافي من حديث المخالفين إطلاقا. ولا يقول لي البعض بأن العلماء يذكرون الروايات للاحتجاج على المخالفين، لو كان القضية هكذا ليست مهمة، الاحتجاج على المخالفين وما شنر المخالفين ليست مهمة، ولكن لو كانت الرواية تذكر بهذه الصيغة هذا أمر جيد، لا أشكل على ذلك، لكن الروايات تذكر، يبنى على أساسها صورة ومفاهيم عن الإمام الحجة وعن شؤوناته. وهذا لا أستثني كتابا واحد، كل الكتب أقولها عن اطلاع وعن تتبع وتحقيق، كل الكتب التي ألفت في الوسط الشيعي. لذلك وحتى المتحدثون الذين يتحدثون على المنابر، على الفضائيات، حين يتحدثون يخلطون حديث أهل البيت بحديث المخالف، وبالتالي تكون الصورة مشوهة. ما حاجتنا لحديثهم؟ حديث أهل البيت موجود، كلام أهل البيت موجود. لذلك سأحدثكم عن اليماني من حديثهم فقط، لا شأن لي بحديث غيره. في حديث أهل البيت، أولا سؤال الأول، ليجعل كلامي على شكل أسئلة حتى يكون الحديث مختصر. السؤال الأول، هل هناك اسم لليماني في روايات أهل البيت؟ الجواب كلا، لا يوجد اسم، لا يوجد اسم لليماني. ما تسمعونه أو تقرؤونه اعتمد فيه على روايات من كتب المخالفين. في حديث أهل البيت
لا يوجد اسم لليماني. نعم ورد وصف في رواية في كتاب غيبة الشيخ النعماني عن رجل وصفه النبي صلى الله عليه وآله بالمنصور، لكن نحن لا نملك دليلا على أنه هو اليماني، وهذا ليس اسما وإنما وصف. ورد فقط وصف في كتاب غيبة النعماني المنصور، وهو يتحدث مع وفد جاءه من أهل اليمن، والرواية طويلة ولو كان هناك مجال لا أوردت الرواية بكاملة. فلا يوجد اسم لليماني، هذا واحد. اثنين، هل نسب اليماني معروف؟ الجواب كلا أبدا، عن أهل البيت لا يوجد. إذا كان ذكروا أنساب لليماني فهذا قص ولصق من الرواية، لا توجد رواية قالت بأن اليماني نسبه كذا كذا. ورد في روايات أنه يخرج رجل من ولد عمي زيد، من قال هو هذا اليماني؟ لا يوجد دليل على ذلك، هذا قص ولصق في الروايات. يخرج ملك في صنعاء اسمه حسن أو حسين، من قال هو هذا اليماني؟ ثم لو كان الإمام قال هذه الكلمة لماذا يقول حسن أو حسين؟ يعني الإمام ما يعرف اسمه. ولو كانت عن الإمام واشتبه الراوي فيها، نفترض هذا الكلام، هو لا دلالة فيها على اليماني، ملك في صنعاء اسمه حسن وحسين، ظهر هذا الملك في الماضي يظهر في المستقبل، لكن لا علاقة لهذا المضمون باليماني. فالسؤال الأول، اليماني له اسم؟ لا يوجد له اسم. اليماني له نسب في الروايات؟ لا يوجد له نسب. اليماني له أوصاف جسدية، مثل ما مثلا الأئمة وصفوا لنا السفياني فقالوا وجه كذا جسم كذا، له أوصاف جسدية، ووصفوا لنا شخصيات أخرى بالوصف الجسدي. اليماني عند أهل البيت له وصف؟ جواب كلا، لا يوجد له وصف، غير موجود هذا في رواية، لا موجود اسم ولا موجود نسب، ولا نعرف هل أن اليماني هاشمي أو ليس بهاشمي، لم يرد ذكر له في الرواية. ما يقال من أنه هاشمي هذا من جهة صحة، في رواية أهل البيت لا يوجد ذكر اليماني. سأذكر لكم ماذا قال أهل البيت عن اليماني، لكن هذه التفاصيل التي تقال عبر الفضائية أو في الكتب أو يرددها الناس فيما بينهم لم تكن مأخوذة عن أهل، ليس من حد أهل البيت. هذه إما جاء بها من كتب المخالفين، وإما عملية قص ولصق، يعني يؤتى من روايات أخرى لا شأن لها بالموضوع وتلصق بالموضوع. اليماني في حديث أهل البيت جاءت الروايات تتحدث عن الجهة التي يقبل منها. أهل البيت قالوا لنا بأن اليماني يأتي من اليمن، يعني ماذا القول البليغ؟ تريد أن تعرف الحسين حق معرفته؟ اقرأ زيارة الجامعة وفمعاني، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا أقوله إذا شفت واحدا منهم. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائي وأحصي جميل بلاء؟ قضية خارجة عن حد الوصف والإحصاء، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها. كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي؟ وهذا المعنى يتكرر في زيارة الجامعة بالمناسبة، ليس هذه العبارة لوحدها، لكن الوقت ما يكفي أن أتتبع لكم كل صغيرة وكبيرة. هذا المضمون ستجدونه متكررا في السياق.
كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ أنتم الآن حينما تقرؤون في أدعية شهر رجب، الأدعية التي يستحب قراءتها في كل يوم من أيام شهر رجب، ماذا نقرأ في الدعاء المروي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم إني أسألك، وهذا الدعاء ينقله الشيخ عباس القمي وهو من كبار العلماء والمحدثين، من كبار علماء المدرسة الإخبارية، صاحب المفاتيح، ينقله عمن؟ ينقله عن الشيخ الطوسي، كتاب مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي ينقله عمن؟ ينقله عن السفير الثاني، عن النائب الثاني. الدعاء عن الإمام الحجة عليه السلام: اللهم إني أسألك، يستحب أن يقرأ يوميا في شهر رجب من أدعية شهر رجب: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك إلى آخره، إلى أن يقول: لا فرق بينك وبينه، يعني بين هذه الأسماء التي هي هم، لا فرق بينهم وبين الله، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، كما يقول هناك عجز عن معرفة الله، هناك عجز عن معرفة، لا فرق بينك وبينه إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا هو دعاء شهر رجب الذي يستحب قراءته يوميا، منقول عن السفير الثاني، يروي الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، وهذا مفاتيح الجنان موجود في بيوتنا. إذا نذهب إلى الاستئذان الذي يستحب، أنا لو أبقى معكم إلى صباح سأخرج لكم المئات من النصوص من هذا الكتاب، من أدعية أهل البيت ومن زياراتهم، كلها تشير إلى نفس هذه الحقيقة. إذا نذهب إلى دعاء الاستئذان والذي يستحب قراءته بشكل خاص عند زيارة السردار الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب قراءة هذا الاستئذان في كل زيارة، لكن بشكل خاص عند السردار الشريف، في الفصل الذي يتحدث فيه عن آداب الزيارة، فماذا تقول في هذا الاستئذان؟ والحمد لله الذي من علينا بحكام، من هو الحكام؟ هم صلوات الله عليه. والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المقام، يقومون مقامه لو كان حاضرا في المقام، إلى أن تصل إلى العبارات الأخيرة من الاستئذان، عبارات جميلة: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارة، استعبدت بزيارتها. تقرأون في زيارة وارث، زيارة وارث، مقدمات زيارة وارث موجودة في المفاتيح، حين تقف بين يدي سيد الشهداء تخاطبه ماذا؟ عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، ليس عبودية مجازية كما يقولون في الفضائيات وعلى المنابر، أو لا يضحكون على الشيعة، العبارات واضحة من الوسط الشيعي، يقول يضحكون على الشيعة من داخل الوسط الشيعي، العبارات واضحة في الزيارة: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، مقر بالرق، التارك للخلاف إلى آخر زيارة الشريف. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصة التي استعبدت
بزيارتها من استعبد؟ فقط نحن أهل الأرضين والسماوات. وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بأي شيء؟ بذل العبودية. نحن عبيدهم في مقام العبودية. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة. لس عبودية طاعة، عبودية وطاعة. هناك عبودية طاعة، حديثنا عن عبودية أوسع من عبودية الطاعة. قد يقول البعض بأنه ورد في رواية في الكهف الشريف بأن الإمام الرضا قال أنتم عبيد طاعة لنا كذا كذا، هذا في أفق من الآفاق، كان يتحدث في وسط العباسيين. أما هذا الحديث هذا زائر يريد أن يزور السرداب الشريف. هنا أتكلم مع إمامي. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف. العبارات التي قبلها عبارات جميلة جدا، ماذا نقول؟ وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامة. أنا أقرأ هذه العبارات لأن هناك أسئلة تقول لماذا نطلب حوائجنا منهم. أنا هنا أقرأ هذه العبارات لأن ما أستطيع أن أجيب على كل الأسئلة، الوقت ضيق وطال بكم المجلس. ماذا تقول؟ نفس الاستئذان، ماذا يقول؟ وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. حتى كأننا، هذا كله هو أنت تقف مستأذنا عند سرداب الشريف. نفس المضمون الذي جاء مرويا عن سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن إمام زماننا، ويتحدث رواية طويلة، رواية موجودة في كمال الدين للشيخ الصدوق، يتحدث في رواية طويلة أخذ منها هذا المقطع وهو يتحدث عن أهل زمان غيبته. وإن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ ليس الحديث عن الجميع. نكمل الرواية. وإن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، هذه هي المعرفة. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا، محدث يعني ارتباط بالغيب. لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها، هذا قول صادق. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا. قيل أو يكون المؤمن محدثا، هذه من صفات الأنبياء. قيل أو يكون المؤمن محدثا، قال نعم يكون مفهما. والمفهم محدث بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة، فصارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. كيف تصير عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة؟ وهذه المضامين حينما تقف على سرداب الغيبة وتخاطبهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. حديث أهل البيت واحد يشد بعضه بعضا. هذه الإسقاطات والإلقاءات وهذه ضعيفة السند وتلك لا أدري من أين جاءوا بها، هذا كله من الفكر المخالف الذي غذيت به الثقافة الشيعية. وإلا حديث أهل البيت واضح وبين وصريح جدا، يشرح بعضه بعضا. والمضامين كثيرة جدا. أنا قبل قليل أشرت إلى الدعاء من أدعية شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. إذا نرجع إلى
بعض العبارات الموجودة في هذا الدعاء الشريف، ونرجع إلى دعاء كمير باعتبار أن السائل يسأل أن الأدعية الألفاظ فيها هي ألفاظ يا رحيم يا غفور يا كريم، لا يوجد ذكر للأهم صلوات الله عليه. إذا نرجع إلى دعاء كمير وأختار دعاء كمير باعتبار دعاء مشهور ويقرأ في كل مكان، في الحسينيات، في المساجد، في البيوت. إذا نرجع إلى دعاء كمير ونقرأ في أوائل دعاء كمير: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ويستمر الدعاء وحتى حين تصل إلى هذه الفقرة: برحمتك التي وسعت وذل لها كل شيء. في زيارة الجامعة ماذا تقول؟ وذل كل شيء. ليس نفس العبارة يا أنت في زيارة الجامعة تقرأ زيارة التي أشرنا إليها قبل قليل: إما أن نكذب على الأئمة، وإما أن نغوى هكذا له، وإما أن يكون هذا الكلام صحيح. حين تخاطب الإمام المعصوم: وذل كل شيء لكم. ما هو الفرق بين هذه العبارة وهذه العبارة؟ وذل لها كل شيء. اللهم إني أسألك برحمتك، هم هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. أنت حين تقرأ في دعاء البهاء، في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، يعني الذات الإلهية جمالها فيه درجات، هذا غير ممكن. الذات الإلهية جمالها واحد، يعني ما هذه الدرجات في الجمال؟ أجمل جميل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، من رحمتك بأوسعها، من كلماتك بأتمها، من جلالك بأجله، من قدرتك بالقدرة التي استطلت، إلى آخر الدعاء الشريف. هؤلاء هم أنت الآن تخاطبهم، تتحدث عنهم. هم أجمل الجمال، هم أجل الجلال، هم أكمل الكمال. وهذه المعاني الموجودة بالأدعية هم الإمام الصادق الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: نحن الأسماء الحسنى، هم الأسماء الحسنى. وإذا تتذكرون مر علينا في المجالس الرواية التي نقلتها من الكافي: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، خلق اسما وباللفظ غير منطق. وفصلت الكلام بحدود هذا المقطع من الرواية. هذا الاسم هم أصلا لا توجد ألفاظ، حتى هذه الألفاظ هي تدل على حقائقهم من بعيد. وذل لها كل شيء، أنت تقرأ في الدعاء إلى أن تصل ماذا تقول: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. أنت في دعاء النطق تخاطب الإمام: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وتقرأ في زيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده. هناك نسختان: توجه بكم، توجه إليكم. أنا أعتقد توجه إليكم وليس توجه بكم، ولكن هناك عبث في الرواية. نسختان موجودة، موجودة النسخة في عيون أخبار الرضا. وقديما طبعة المفاتيح القديمة حينما يطبعونها يكتبون النسختين، لكن الآن أخذوا يحذفون النسختان. طبعات القديمة، من عنده طبعة قديمة من المفاتيح حينما تأتي هذه العبارة: ومن قصده، مكتوب: توجه بكم، توجه إليكم. فارق كبير بين توجه بكم وتوجه إليكم. توجه إليكم ونفس المضمون الموجود في دعاء الندبة، يعني هم الوجه الذي نتوجه إليه وليس نتوجه إليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أنا لا أريد أن أفرض عليكم هذه المعرفة، لكنني أجيب على الأسئلة. ليس بالضرورة أن تقبلوا هذا الكلام، لكن هذا هو حديث أهل البيت. هذه المضامين وهذه الأدعية وهذه الزيارة، ولا أتحدث من فراغ، أتحدث من خلال حديثنا.
لست بالضرورة أن تقبل هذا الذي أقوله، لكنني أنا أسأل فأجيب، فأجيب بقناعاتي لا أجيب بقناعات الآخرين. ثم تقرأ بالدعاء، في دعاء كمال وبأسمائك التي ملأت، هذه الأسماء ملأت أركان كل شيء، بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. إذا تذهب إلى دعاء رجل الذي قرأت منه قبل قليل المروي عن الإمام الحجة، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدءها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهار ومنات وأدوار وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك، فبهم حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. ولو أذهب مع دعاء كمين، مع دعاء أبي حمزة الثمالي، مع دعاء عرفات، مع دعاء الجوشن، حتى مع دعاء الجوشن، دعاء الجوشن الذي هو يشتمل على ألف اسم، حتى دعاء الجوشن، يعني أنا أذهب إلى القرآن، أذهب إلى سورة المؤمنون، ماذا نقرأ في سورة المؤمنون؟ تقرأ في الآيات الأولى، وأعتقد الكثير منكم يحفظها، الآيات الأولى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، موطن الشاهد إيه؟ موطن الشاهد: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني هناك خالقون، هناك خالقون. القرآن يتحدث، يعني هل من المعقول لا يوجد خالقون والله يتحدث يقارن نفسه بلا شيء؟ طبعا حينما نقول المراد من الخالقين النجار الذي يصنع الكرسي والحداد الذي يصنع الشباك، هو هذا الكلام، هذا الموجود في التفاصيل، لأنه بعيد عن أهل البيت، هذا مقبول. هناك مشكلة، أنا أحد المرات تعددت في أحد المجالس، قلت بأنه موسى عليه السلام حين ذهب إلى الطور وقضية النداء والصوت، وحين كلمه الله، حين كلمه في كتب التفسير، في كتب التفسير حين يتحدثون عن تكليم الله لموسى، واحد يقول إن الله كلم موسى عن طريق الهواء، يعني الله خلق الصوت، الله متكلم، ولا أريد أدخل في هذه القضية، ولكن لا يتكلم بآلة، وهذا موضوع معروف، يعني يبحث في مكانه، لأن الله لا يملك آلة مثل الإنسان، يقولون فخلق الكلام في الهواء، لا يعترض، والله لا يعترض، لا من السنة ولا من الشيء، الله خلق الكلام في الهواء، لا ترضى. واحد ثاني يقول الله خلق الكلام في النار، النار هي اللي تكلم، والله والعباس وفاضل ما حد يقدر، لا من السنة ولا من الشيء، الله خلق الكلام في الشجر، والله ما حد يقدر، ومن دون دليل، من دون أدلة، العلم هذا الحديث من دون دليل، ما في روايات، وحتى لو في روايات في أفق سطحي، توجد روايات أعمق، الله خلق الكلام في كل شيء يصير، لكن إذا جئنا برواية عن أمير المؤمنين بأن الذي كلم موسى رواية عن سيد الأوصياء هو الإمام الحج، كلم بصوت الإمام الحج،
هذه ضعيفة السند ولا يمكن وميت إشكال، لكن الهواء، الحجارة، الشجر، النار، حيوانات، كل شيء ممكن يصير. لما توصل القضية إليهم صارت القضية بس. وهذا على طول هذه القضية أنا شخصياً أقول لكم تجربتي، أنا شخصياً أتحدث بهذا الطور منذ سنة 1980 81 أنا طيلة هذه السنين أنا أواجه هذه القضية دائماً يومياً 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 أواجه هذه القضية. قل ما تشاء عن أي أحد داخل، حينما يصل الكلام إلى عنده المسألة في أنا في كتب التفسير الآن أقول أن المراد من الخالقين. بالله عليكم أنا أسأل، أقول بالله عليكم أنا أسأل، يعني الآن مثلاً يأتي شخص صاحب علم، أستاذ جامعة، عنده 10 شهادات دكتوراه، يأتي الآن هذا الشخص ويأتي إلى روضة أطفال ويقف بين الأطفال في الروضة ويقول أنا أعلم واحد في هذه الروضة. الكلام منطقي، كلام منطقي يعني. يعني هذا الكلام لا يستسخر، كلام سخيف. لا بد أن يكون في داخل الجامعة بين أساتذة الجامعة يقول أنا أفهم هذه القضية، اتركوها لي، أنا أستحق هذه المسؤولية، أنا الذي أتصدى لهذا البحث، أنا الذي سأقف في المؤتمر العلمي الفلاني أو مثل الجامعة لأن أنا أكثر خبرة منكم. لابد أن يقيس يعني بالمقارب. فهل يمكن أن الله يقايس خلقه وقدرته الخالقية بنجار يصنع كرسي أو بناء يبني بيت أو له خلقه؟ هو القرآن تحدث عيسى، ما عندي وقت حتى أنا أدخل في التفاصيل. عيسى قال إني أخلق، عيسى خالق، عيسى تكلم عن نفسه قال إني أخلق. إني أخلق ما معناه؟ صيغة الفاعل من إني أخلق يعني أنا خالق. إني أخلق من الطين إلى آخره، إني أخلق. هو خالق. وعيسى في عداد شيعتهم، عيسى في عداد شيعتهم. أصلا في الروايات إذا نرجع إلى الكافي في قضية حروف الاسم الأعظم، أن عيسى عنده حرفان من الاسم الأعظم وعنده كل الحروف، كل الكتاب، كل العلم، أصلا هم الاسم الأعظم. حتى هذه الروايات روايات مداراتي، هم الاسم الأعظم، هم نفس الاسم الأعظم. الآن إذا نذهب حتى في نفس السورة، في نفس السورة في سورة المؤمنون، إذا نذهب إلى آخر السورة ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. من هم الراحمون؟ الله خير الراحمين، الله هو خلقهم وهو أعطاهم. لكن هؤلاء الراحمون ليس أنا حينما أرحم ابني أو أرحم إنسانا ضعيفا، وليس أنت، ولا الحاكم حين يرحم رعيته. حديث عن رحمة بهذا المستوى بحيث أن الله يقول هو خير الراحمين. يعني يمكن أن يقول الله خير الراحمين ولا يوجد راحم، كما يقول المتنبي إذا خلى الجبان لوحده بأرض طلب الطعام لوحده والنزالة. من يكون المكان خالي الجبان يقول أنا شجاع، يعني هل أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير الراحمين ولا يوجد راحم؟ أو أنه يقارن رحمته بهذه الرحمة الجزئية التي أملكها أنا أو تملكها أنت؟ هناك راحمون. القرآن مشحون شحن. إذا تذهب إلى سورة الجمعة على سبيل المثال، لا نحن نتحدث عن خالقية وعن رحمة. فأنت حينما تطلب من أين تطلب؟ تطلب من شخص تريد أن يغير، هذا عنده قدرة على الخلق، وهذا راحم عنده قدرة على الرحمة. في سورة الجمعة
ماذا نقرأ في سورة الجمعة؟ آخر آية من سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هناك رازقون، القرآن مشحون شحن، هناك رازقون، هناك خالقون، هناك راحمون. إذا تذهب إلى سورة صاد على سبيل المثال، إذا نذهب إلى سورة صاد ماذا نقرأ في قضية سجود الملائكة وقضية إبليس؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ماذا قال له الباري؟ قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ لماذا؟ خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ يخرجون على المنابر وفي الفضائيات العالين المتكبرين. هو قال له: استكبرت، أنت مستكبر أم أنت من مجموعة من العالين؟ النبي يقول: نحن العالون، علي محمد وعلي وفاطمة وحسن، نحن العالون الذين خاطب الله بهم إبليس، لأن هؤلاء لا يسجدون لأحد، الجميع يسجدون له. من أنت يا إبليس لا تسجد لآدم؟ هل أنت مستكبر على آدم أم أنت من المجموعة التي لا تسجد لأحد؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هؤلاء العالون هم الذين جاء ذكرهم في سورة الأعراف، أيضا في سياق قصة آدم. إذا نذهب إلى سورة الأعراف في قصة آدم عليه السلام، الكلام الذي دار بين آدم وإبليس، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، إلى آخر الآيات. ماذا قال لهما؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الإمام الرضا يقول: نحن الخالدون، نحن الخالدون. من هم الخالدون هنا؟ الملائكة، الملائكة هم أساسا سجدوا لآدم، وإبليس كان من ضمنه. من هم الخالدون؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. والله القرآن كله فيه، وتلاحظون نفس الصفة: الخالدون، العالون، الرازقون، الخالقون، الراحمون. وإذا نستمر من أول القرآن إلى آخره، القرآن مشحون بهذه المضامين. وهذه القضية واضحة. ربما نذهب إلى سورة الأنبياء، فقط هذه الآية وأختم الحديث. الآية 19 من سورة الأنبياء، انتبهوا للآية. الآية تقرأ ويمر عليها من دون انتباه، ولكن الآية واضحة، أدنى وقفة يتضح المعنى فيها: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يصيبهم الملل. المفضل ابن عمر قرأ الآية، الإمام الصادق قال: قف، أوقف. وله من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض يعني الجميع، ومن عنده، من هم هؤلاء الذين هناك مجموعة خاصة. وله من في السماوات والأرض، كل الموجودة، ومن عنده، مجموعة خاصة. هذه المجموعة الخاصة هي هذه التي يقول الباري سبحانه وتعالى ويقارن فيما بينه وبينهم: أحسن الخالقين، خير الراحمين، أرحم الراحمين، خير الرازقين. هذه هي المجموعة الرازقة، الخالقة، الراحمة.
لذلك الناس من شجر شتى وهم من شجرة خاصة. هي هذه الآية واضحة، كائنات كلها في جانب وهم في جانب. وله من في السماوات والأرض ومن عنده. الآن إذا تذهبون إلى دعاء ليلة المبعث من أذيع شهر رجب يوم المبعث، وأسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك ومن عندك فلا يخرج منك إلى غيرك، خاص بك. لذلك نقولهم آل الله، هذا معنى آل الله. ما معنى آل الله؟ والحديث طويل طويل، الحديث لا يقف عند هذا الحد، لكنني أكتفي بهذه العجالة وأعتذر من الإطالة، وأعتذر من الأخوة الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم. أسألكم الدعاء جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.